بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدينا الأكارم، مستمعينا الأفاضل، الأحبة، من اجتمعنا هنا في جوار المولى أبي الفضل العباس عليه السلام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي وإياكم على الحب في مائدة الثقلين. برنامج مائدة الثقلين، هذا البرنامج القرآني الرمضاني الذي ترعاه وبكل فخر العتبة العباسية المقدسة مشكورة، حيث تبنت هذا البرنامج بكل تفاصيله والذي يتضمن تفاصيل كثيرة، معلومات قيمة يطرحها ضيوفنا الأعزاء، وكذلك المسابقة القرآنية الفرقية بموسمها السادس التي تعودتم عليها أيها الأحبة وبمشاركة أكثر من 20 فريقا. إذن مشاهدينا الأكارم، نلتقي في كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك هنا من جوار نافذ البصيرة أبي الفضل العباس عليه السلام، من هذا الجوار الطيب والطاهر، وكجزء من رسالة العتبة العباسية المقدسة التي تهدف دوما وأبدا إلى نشر معين الثقلين الشريفين، القرآن والعتر الطاهرة. نعم أيها الأحبة، ننقل لكم هذه الكلمات النورانية من هذه الرحاب المقدسة من فيض سيدي ومولاي أبي الفضل العباس لبيوت إن شاء الله تكونوا أنتم معنا في الصوت والصورة، وإن شاء الله نكون وإياكم في أوقات إيمانية ممتعة جميلة، نستفيد ونستزيد في أيام هذا الشهر الفضيل. أحسنتم. إذا نرحب أجمل ترحيب بضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة المباركة، وهي الحلقة الرابعة ضمن برنامج مائدة الثقلين، فضيلة الدكتور الشيخ منجد الكعبي، حياكم الله شيخنا العزيز. حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله. كذلك جناب الشيخ جواد النصراوي مدير معهد القرآن الكريم، حياكم الله شيخنا. الله يحفظكم. وكذلك الأستاذ الحافظ للقرآن الكريم الأستاذ وهاج العبادي، حياكم الله. حياكم الله. ومن الوهج والألق إلى من سمي باسم شمس الدنيا محمد، إلى القارئ الحبيب محمد رضا سلمان، سلمك الله حبيبي. حياك الله. زين عمار، شو اقول عنه؟ اذا الى عمار الحلي، خادمكم سيدنا، حياك الله استاذ عمار، قارئ العتبه العباسيه المقدسه، كلها لبيك. وان شاء الله لمن ستكون له كلمه الفصل في النحو العربي، وان شاء الله نستفيد من وجوده المبارك ويكون فيصل غيث وليس فيصل مطر، حياكم الله استاذ فيصل. الله يحفظكم ان شاء الله. هي بس تريدون تخربوننا بعد ويا الوالد. وفقين ان شاء الله. حياك الله استاذ فيصل مطر بعنون الشريفي، حياك الله، أهلا وسهلا. نعم أستاذ مصطفى، إذن إن شاء الله سنأنس وإياكم بالكلمات الطيبة العطرة لسهادة المعصومين، ولا أنسى ونحن في هذه الرحاب المقدسة، وأعلم يقينا أن سيدي ومولاي أبي الفضل العباس يريد منا أن نبعث التحيات إلى سيدي ومولاي وسيده سيد الشهداء الإمام الحسين، فأقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على من نحن في رحابه وجواره الطاهر، سيدي ومولاي حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام، وكذلك سلام على الحوراء. إذن أستاذ محمد، نأنس والمشاهد الكريم بأدعية شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الراحمين. وصلى الله
الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحسنتم كثيرا، طيب الله أنفاسكم، اللهم شكرا جزيلا لك على هذا الأداء. أحسنتم وطيب الله لك الأنفاس. إذن إن شاء الله محطة جميلة سيد حسنين توقف عندها، ونتمنى من جناب الشيخ أن يتوقف عندها لأنها مهمة جدا خصوصا في هذا الشهر الكريم. ذكر الله عز وجل له حلاوة على الدوام، لا بأس في هذا الشهر الذي هو شهر الله وشهر القرآن وشهر البركة. فيا حبذا لو جناب الشيخ تخلونا عند نقطة ذكر الله سبحانه وتعالى، كيف يكون الذكر، ما هو مفهوم الذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها كثيرة، والقرآن يقول لا تعدوا ولا تحصى، سواء كانت هذه النعم ظاهرية أو باطنية. من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى علينا بها هي نعمة الذكر، أنه سمح لنا أن نذكره، وهذا المعنى يتجلى في مناجاة الذاكرين في الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام. يقول في المناجاة، مناجاة الذاكرين: ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، جميل، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. يعني هذه النعمة أنعمت بها علينا وقد لا نستحقها نحن، فإذا مجرد أن نذكر الله سبحانه وتعالى هذه نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر. حقيقة النعمة المذكور وهي الذكر، الذكر أعم من أن يكون الذكر اللساني، أو قد يكون الصلاة في بعض الأحاديث والروايات والآيات أن الصلاة هي نوع من أنواع الذكر، حتى وردت في الآية الشريفة: وأقم الصلاة لذكري. من خصوصيات الذكر أنه تقريبا هو السبب الوحيد للاطمئنان، وكذلك يذكره الإمام السجاد عليه السلام بأنه لا تطمئن القلوب إلا بذكراك، وكأن هنالك حصر لا يمكن أن يطمئن القلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك الآية المباركة تقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ظاهر الآية أنه إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى من يذكر الله يطمئن قلبه، ولكن هنالك توجيه من أحد العلماء بأن المراد من ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي إذا علمنا أن الله تعالى يذكرنا، كما في الآية: اذكروني أذكركم، وأننا حاضرون أمامه في كل الحالات، فهذا مدعاة لأن يطمئن القلب. ومن هذا أن الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف عند استشهاد ابنه علي الأصغر عليه السلام يقول: هين علي أنه بعين الله، يعني ما يهون هذا المصاب أنه ماذا؟ أنه بعين الله، أنه بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الله حاضر معهم في كل زمان ومكان. أحسنتم. إذن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما هي عوامل الاطمئنان؟ لماذا الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن القلب؟ العوامل كالتالي: أولا، إذا علمنا أن عند الله سبحانه وتعالى من يفعل ولو مقدار ذرة أو مثقال ذرة لا يضيع، فهذا عامل للاطمئنان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعلم أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل من ظلمه، فهذا عامل للاطمئنان، أطمئن إن ربك لبالمرصاد. ومن يعلم أن طريقه واضح ومستقبله أفضل من ماضيه يطمئن، والآية تقول: والآخرة خير وأبقى. وبالتالي من يعلم أن عمله عمل الخير ينتشر ويبارك به الله سبحانه وتعالى، وإذا عمل سوءا سيظل هذا السوء ماذا؟ مخفيا، كما يقول الإمام: يا من أظهر الجميل
وستر القبيح. فإذا من هذا الباب أن هذه أن الذكر هو من أعظم النعم علينا. جناب الشيخ، قد يكون هنالك إشكال بسيط عند المشاهد الكريم، قلتم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذن ذكر الله سبب في الطمأنينة. نجد في آية أخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هذا العنوان موجود، وجلت قلوبهم. كيف نجمع ما بين الراحة والطمأنينة وما بين الوجل؟ أحسنتم، سؤال مهم. أنه آية تذكر أن بذكر الله تطمئن القلوب، وآية تقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا أبسط الموضوع بمثالين. المثال الأول لطبيب، مثلا طبيب جراح حاذق ثقة مطمئن من عمله، مسيطر بتعبيرنا بعمله، ولكنه إذا حان وقت العملية لشخصية مهمة تراه ماذا؟ تراه قد يأتيه الوجل، خاف من خطأ معين يصير خطأ في العملية، مع العلم أنه ماذا؟ هو اطمئنان من عمل الثقة. أو يضربون مثال أنه الأطفال دائما يطمئنون، يكونون في حالة اطمئنان لوجود ماذا؟ أهلي الوالدين، مع أنه يحسبون ألف حساب للوالد خصوصا إذا أخطأ الابن. الآية المباركة تقول تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. جميل. يعني بمعنى أن الإنسان بالبداية يضطرب في البداية، إلا أنه سرعان ما يهدأ ويطمئن قلبه لذكر الله. أحسنتم جناب الشيخ، وعلى ما بيّنتم أحسنتم كثيرا. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. إذن أيها الأحبة، بعد هذه المعلومات الجميلة وأيضا الأداء اللي أداه أخونا العزيز الأستاذ محمد رضا سلمان، ننتقل إلى شاب آخر ضمن برنامجنا وفقراتنا المهمة والأساسية، والقارئ المبدع فيصل مطر. ماذا عندك اليوم أستاذ فيصل مطر؟ حياكم الله سيدنا عنون الشريفي. الله يسلمك. حياك الله حبيبي. إن شاء الله اليوم فقرتنا مفردة تقريبا من المفردات الغامضة، يعني لأول يعني في أول قراءتها. المفردة في سورة الحاقة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه. مفردة هاء، طبعا في القرآن الكريم توجد كلمات مفردات هي تتضمن معنى الفعل لكنها على صيغة الاسم. شو يسموها بالنحو؟ يسموها اسم فعل. اسم فعل، هاي أسماء الأفعال. أكو أسماء أفعال أمر، أكو أسماء أفعال ماضي، أكو أسماء أفعال مضارع. اسم فعل الأمر مثاله هاؤم. اسم فعل الماضي مثل هيهات هيهات بمعنى بعدة. اسم فعل المضارع مثل فلا تقل ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما أفن بمعنى أتضجر. فصيغة هذه الأفعال على هيئة اسم وتسمى بالنحو اسم فعل. بالنسبة لهاؤم، من أي فعل هذا؟ ها؟ هذا يعتبر مشتق أشبه بالمشتق؟ لا، هو ضمن الأسماء، أسماء الأفعال. نعم. لكن معناه فعل، معناه فعل. نعم. فهاؤم معناها فعل أمر بمعنى خذ. هو متكون من قسمين، الها هي بمعنى خذ، والأم يعني الهمزة زائد الميم صياغة للكثرة، مثلا تقول هاؤم هاؤما، فهي يعني حسب المخاطب. جميل. وأيضا من اللطيف أنه إحنا باستعمالاتنا العامية نقول هاك، هاكم، هاكما. هاي أصلا هي فصيحة، يعني أصلا فصيحة. أنت من تقول هاك بمعنى شنو؟ خذ، لكنها صيغت على هيئة اسم فعل بمعنى خذ. وهذه اللهجة أيضا هاكم وهاك بالكاف موجودة في اللهجات الفصيحة، لكن هاؤم هي الأفصح، خصوصا في يعني لغة قوم النبي محمد صلى الله عليه وآله. فإذا الها بوحدها هي متضمنة معنى الخذ، والأم تبين أنه المخاطب مفرد. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. الله يبارك. معلومات طيبة، وهاك هاي المحبة من عندي على هذا الكلام الجميل وما بين. وهاك شكرا مني. ننتقل استاذ عمار. إذن ها أنت يا عمار. ها أم. نعم، ماذا لديك يا أستاذ عمار؟ إن شاء الله يعمر المجلس بما يفيض علينا من بركات. هاي اللي تقولها من الساعة بالتقديم هي. حياكم الله سيدنا مصطفى، الله يبارك فيكم إن شاء الله. حياك الله. اليوم إن شاء الله محطتنا في سورة الكافرون. نعم. وهي السورة الأخيرة من سورة القلاقل الأربعة كما هو متعارف عليه في القرآن الكريم.
لهذه السورة عدة آثار يعني منقولة عن الأئمة عليهم السلام، ورد أنها شفاء من الكفر وثبات في الإيمان. ما شاء الله. سورة الكافرون فيها آثار مهمة وكبيرة في شفاء الكفر والثبات على الإيمان. أيضا القراءة مالتها طبعا تعدل ربع القرآن. المعلوم أن قراءة التوحيد 3 مرات تعدل قراءة القرآن الكريم كله. أي ثلث. أما الكافرون تقرأ مرة واحدة تعدل ربع القرآن، يعني 4 مرات ختم. كأنما تختم القرآن الكريم كله. جميل. زين. أيضا لها أثر كبير في الغفران وخروج الإنسان من دار الشقاء إلى دار السعادة. وإليكم وهاؤم هذه الرواية. نعم. هاكم. خذوا هذه الرواية مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولد وإن كان شقيا خرج من ديوان الأشقياء إلى دار السعادة. يعني الإنسان يتغير من هذا المكان إلى ذلك المكان الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: علموا صبيانكم أو قولوا لصبيانكم إذا أرادوا المنام أن يقرأوا هذه السورة حتى لا يتعرض لهم شيء. ما شاء الله. إن شاء الله هذا ما عدنا لهذا اليوم. جزاك الله خير الجزاء. إجازة إن شاء الله. أحسنتم. بارك الله فيكم. إن شاء الله مشاهدينا الأكارم بالتأكيد سنكون وإياكم والمسابقة القرآنية الفرقية 6 التي تقدم معلومات في التلاوة وكذلك الإنشاد وفي الفهم والتفسير، حتى نلتقيكم بعد فاصل قصير. طابت أوقاتكم أيها الأحبة أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى المسابقة الفرقية 6، لكن قبل ذلك نعرض لكم المخطوطة اللي عرضناها لكم بالحلقة السابقة حتى نجيب عن ذلك. المخطوطة الآن أمامكم هي الإجابة الصحيحة طبعا، والعاديات ضبحة هي الإجابة الصحيحة، وراح تكونوا ويانا إن شاء الله فائزين بالزيارة بالإنابة. أما المخطوطة اللي راح نعرضها لهذه الحلقة حتى تجيبون عنها بالحلقة القادمة الآن ستعرض أمامكم أيها الأحبة، وبإمكان أي شخص أن يراسل معهد القرآن الكريم على صفحة معهد القرآن الكريم في الفيسبوك بالإجابة الصحيحة، وبالتالي ستكونون معنا إن شاء الله تعالى بفقرة الزيارة بالإنابة. من عدنا اليوم إن شاء الله بالمسابقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا وإياكم من جديد بعد عودة السيد حسنين، لابد من تحية لكم. وسيد حسنين سأل على من الحاضر اليوم معنا، فريق مميز كونهم الجيش الأبيض حائط الصد الأول، كوادرنا الصحية من هذا المكان من هذا الرحاب الطاهرة، نوجه لهم ألف تحية وتحية كبيرة للأخوة في الكوادر الصحية. وإن شاء الله أسأل الأستاذ وهاج عن مشاركة الكوادر الصحية، هذه المشاركة الجميلة. احنا شاهدنا في نسخ من المسابقة الفرقية شاهدنا فريق للحشد الشعبي وتحية أيضا لهم، واليوم الكوادر الصحية حاضرة معنا وهم الجيش الأبيض أو جيش الصد أو حائط الصد الأول. استاذنا، بخصوص الفريق فريق الكوادر الصحية، سلمنا طلب من إخواننا القرآنيين اللي حاليا طبعا هم مثل ما وصفتهم بسوح الجهاد أو الفريق الأبيض حاليا بالمستشفيات والمراكز الصحية، سلمنا طلب أنه يشاركون بالمسابقة بصفة مستقلة عن المحافظات، يعني تجمع من بعض قرائنا الأحبة المفسرين أيضا المنشدين أنه يستقلون بفريق خاص بهم أيضا حتى يساهم جنب إلى جنب مع أخوتهم البقية بالمستشفيات والمراكز الصحية،
والحمد لله الإخوان واللجنة المنظمة للمسابقة إن شاء الله وافقت على طلبهم وتم إن شاء الله قبولهم بالمسابقة وتم التواصل. جزاكم الله خير جزاء. سيد حسين أنت تسمح لي ولو بدقيقة قبل أن نأخذ الأستاذ حيدر، بودي أن أوجه تحية لأبطال العتبة العباسية المقدسة الذين أعانوا هؤلاء بما قدموا من مبنى الحياة الثاني والثالث اليوم، وأنا أسير بطريقي للوصول إلى هنا شاهدت الخبر الذي أثلج قلبي، شاهدنا تلك المباني التي تنجز بأيام قياسية 15 يوم و24 يوم، وهو شيء يدعو للفخر، كل الفخر مباركة تلك الجهود التي تقدم، وبالتأكيد هي بتوجيه ورعاية من المتولي الشرعي للعتبة العباسية سماحة السيد الصافي، الذي هو بدوره أيضا يسير بخط ونهج المرجعية الرشيدة التي كثيرا ما أثنت على الكوادر الصحية في تجاوز هذه الجائحة، ونتمنى للجميع الموفقية. كل التحية لكوادرنا في العتبة العباسية المقدسة على ما بينت، لا نريد أن نطيل أكثر، إن شاء الله نستقبل اتصال الأخ حيدر عبد الله. إن شاء الله تعالى قبل الاتصال حيدر. طبعا اليوم الفرق اللي راح يشارك ويانا هو يعني فريق الكوادر الصحية وفريق النجف الأشرف بإذن الله تعالى. إذا الاتصال الأول مع القارئ حيدر عبد الله، حياك الله أخي حبيبي حيدر. يا أهلا ومرحبا سيدنا، كل الهلا بيك. أنت وين وصلت بالدراسة إن شاء الله؟ بكلية الطب العام إن شاء الله، المرحلة الثالثة. موفق إن شاء الله، إن شاء الله تكمل وتكمل إلى الأخير إن شاء الله تأخذ دكتوراه. النص اللي وصلك قبل الحلقة هو من سورة الأعراف المباركة الآية 31 والآية 32، اقرأ هذا النص بمقامي السيكا ثم الرست، تفضل. إن شاء الله سيدي. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما شاء الله. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أحسنت. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. شكرا جزيلا أستاذ حيدر على هذه التلاوة. أستاذ فيصل باختصار جدا إن شاء الله الاتصال اللي بعده جاهز، تعليق بسيط على تلاوة الأخ حيدر. طبعا أدى المقامين المطلوبات من عنده بشكل صحيح، لكن توجد يعني بعض الهفوات الصوتية في الحقيقة. جميل. اللي يعني يبدو أنه أكو فد تعب. إذن نستمع إن شاء الله القارئ النجف بما أنه اتصال جاهز. حياك الله أستاذ كرار ورمضان كريم عليكم.
الله يحفظك أخ مولادي. تحية لكم ولكل الأحبة في جوار سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حياكم الله ورمضان كريم. حياك الله كرار وكل الهلا بيك، وصيام مقبول إن شاء الله، وأنت قارئ ومؤذن مسجد الكوفة المعظم، مو صحيح؟ إن شاء الله بعدك غير؟ لا لا نعمين. حياك الله، موفق إن شاء الله. أنت بعدك نايم لو قعدت إن شاء الله موفق. لا قاعد على السلام والله، بس على مود أجلها أجلها إن شاء الله في يومين بعد. النص اللي كان من نصيبك هو من سورة الأعراف المباركة الآية 65 و66 و67، اقرأ النص المذكور بمقامين. نعم، بمقامين نهاوندي والصبا، براحتك. ماشي إن شاء الله، توكل يا الله. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أحسنتم، بارك الله فيكم، صدق الله العلي العظيم، شكرا جزيلا لكم. نعم، باختصار أستاذ فيصل، كيف كان أداء كرر؟ الحقيقة أيضا كذلك أدى المقامين، لكن ما تناول يعني أبعاد المقامات، وأكفت فقرة سيدنا لو تسمح لي. نعم. بالانتقال طبعا النهاوند وراء الصبا يجوز شوية ما مألوف يعني، لكن نعم، هو متناسب مع الآيات أكثر. أكو يسمونه يعني ربط بين المقام الأول والمقام الثاني، حتى وإن كانت ذيك يعني على نفس الدرجة واستقرار صحيح، لكن بالتالي بداية الجملة اللي أنت تريد تنتقل لها كون تتناسب مع نهاية الجملة اللي قبلها، وإن كانت صحيحة هذه الثانية ما عليها خصم، لكن يصير أكو فد موالفة يعني بيناتهن يكون أفضل يعني. ممتاز، أحسنت أستاذ فيصل. وإذا نأخذ اتصال من الأخ علي عمار ومن فريق الكوادر الصحية، حياكم الله أستاذ علي. الله يحفظك، شكرا جزيلا، السلام عليكم أحبتي الأعزاء. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صيام مقبول إن شاء الله. أخ علي، سؤالك يقول أوجز معنى قوله تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، تفضل. سيدنا يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، الفوج كما ذكره المفسر الأمثل في كتابه واذكر يوم نحشر، والمراد بالحشر هو الجمع بعد الموت، لأن المحشورين هم فوج من كل أمة. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. الله، أما سؤال اللطائف القرآنية، ما اللطيفة التي تريد الآية أن توضحها؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، وهل هي دالة على سلب حرية الإنسان؟ تفضل. لله الأمر من قبل ومن بعد؟ نعم نعم. لا، هي ليست كما ذكرت أنها هي على سلب حرية الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل موازين في هذه الحياة من خلال تشريع كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. نعم نعم نعم، هذا انتهت الإجابة إن شاء الله. نعم نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. الأخ علي عماد أو عمار من الكوادر الصحية، جزاكم الله خير الجزاء. نعم دكتور منجد الكعبي، تفضلوا. أحسنتم. بالنسبة للطيفة جزاكم الله خير، بديهي أن جميع الأشياء وجميع الأمور بيد الله تبارك وتعالى بإرادته بأمره، وهذا لا يمنع من اختيار الفرد،
ولا يمنع من حرية الفرد وإرادته في التصرف والسلوك. بعبارة أخرى يعني لا يريد سلب الاختيار من الآخرين، بل يريد أن يوضح أن القادر بالذات والمالك على الإطلاق هو الله تبارك وتعالى، وكل من لديه شيء فهو من قبل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للإيجاز سيدنا سمحونا إذا ممكن بالنسبة للحشر، هو معناه إخراج جماعة كما تفضلت من مقرها والسير بها نحو ميدان الحرب، والفوج كذلك هو مسألة الجماعة التي تتحرك بسرعة. بناء على هذا يستفاد من مجموع الآية إن يوما سوف يأتي يحشر الله تعالى فيه من كل أمة ماذا؟ جماعة، ويهيئهم للحساب وللجزاء. هذا يعني أن ذلك اليوم هو قبل الحساب قبل الجزاء. لهذا يذهب جماعة من علماء التفسير بأن هذه الآية المقصود بها هو يوم الرجعة الذي هو قبل يوم القيامة. أحسنتم جناب الدكتور، شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله نأخذ اتصال من النجف الأشرف، زيد مدوحي، حياكم الله أستاذ زيد، السلام عليكم. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام بخير. عليكم السلام، علينا وعليكم الله. أهلا بك زيد، رمضان كريم وصيام مقبول إن شاء الله تعالى. أنتم اليوم كلكم نايمين جماعة النجف، شو صوتك هم كأنه واحد نايم. الله يتقبل أعمالكم، الله يتقبل أعمالكم، جزاكم الله خير. لا هو صوته دائما بهاي اللطافة وهذا الجمال أستاذ زيد. أبعد الله عنكم هذا الوباء بحقين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أوجز معنى قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. بس لا تقل لي عيد. لا عيدوها سيدنا. نعم أوجز هذا المعنى. عيدوها الآية سيدنا. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نعم سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية من سورة القصص المباركة في الجزء 21. نعم. أوجز هذا المعنى، أوجز معنى هذا القول. نعم. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، هذه المصائب الذي من سوء فعلهم من أيديهم بما قدمت أيديهم، فيقولون ربنا بعد هذه المصيبة يلتجئون إلى ربهم، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نعم. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. إذن اللطائف القرآنية، سؤالكم يقول بين لنا دقة التعابير فيما بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نعم سيدنا، بس عفوا الآية بدايتها بين لنا دقة التعابير بين نعم. جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، جاي يتحدث عن الإيمان والكفر. نعم المؤمنون عفوا سيدنا في دقة أنه الله سبحانه وتعالى يجازيهم الجزاء في روضة من بستان فيه خضار ويحبرون أي يرضون ويكونون مسرورين، عكس الذين كفروا الذين الله سبحانه وتعالى يضيقهم عذابا أليم. نعم سيدنا. نعم أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. إذن جناب الدكتور تفضلوا بتوضيحكم. أحسنتم سيدنا. بالنسبة للطيفة فيقول أنه هناك فرق بين يحبرون وبين محضرون، وجاءت كلمة يحبرون وتدل على منتهى الرضا من جميع الجوانب لدى أهل الجنة، ولكن استعملت كلمة محضرون في أهل النار وهي دليل على منتهى الكراهة وعدم الرضا لهم، وهذا باختصار شديد. أما بالنسبة للإيجاز الذي تفضل به، في الواقع تشير هذه الآية إلى أن طريق الحق واضح وبين، كما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام حينما سئل قال ألا ترى هذه الشمس، مضمون الرواية،
فالحق واضح كهذه والباطل واضح كهذه، ولكن لابد من إرسال الرسل حتى لا تبقى هناك حجة ولا يبقى هناك من يسأل لماذا لم ترسل إلينا الرسل، لم يصل إلينا دليل، لم يصل إلينا برهان. جزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله نستقبل اتصال زين العابدين عزيز وهو أيضا ممثل لفريق الكوادر الصحيحة. حياكم الله يا زين، ورمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم، مشتاقون جميعا. سلمكم، حياك الله. مشتاقون جميعا، انتم مشتاقون جميعا لنا، لو مشتاقون انت لنا جميعا. حياك الله زين العابدين، صيام مقبول ان شاء الله. بعدين اخذ الاجابه ان شاء الله عن طريق استاذ فيصل. سؤالكم، نعم الانشاد اللي صار من نصيبك، وإياك حب اهل البيت ذنبي الى اخره، تفضل وانشد. كملها، المهم ما اقرا الانشاد انا ما احكي. تفضل استاذ زين. تفضل. نعم نعم. وإياك حب أهل البيت ذنبي، فلست بمبتغ عنهما ماذا. وإياك حب أهل البيت ذنبي، فلست بمبتغ عنهما ماذا، ولم أمدحهم قط ابتسابا، ولكني مدحتهم ارتضابا. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. أحسنت كثيرا، أحسنتم، بارك الله فيكم. أستاذ محمد رضا، شنو تعليقك على أداء زين العابدين؟ بارك الله بك حبيبي زين العابدين. بالنسبة للمقامات بشكل سريع يعني أحكي لك، حجاز نهاوند شوية، قفل الطانة بالنهاوند كله حجاز الإنشاد مالته. أما بالنسبة للمساحة والمرونة يعني كنت أنتظر منه أكثر، لأنه أنا أعرف حدة إمكانية أكثر من هاي اللي قدمها إنه. أما بالنسبة للإحساس الروحية ما شاء الله يعني. أحسنتم. الاتصال جاهز، لو نقدر نسأل شيخ جواد. نعم جاء قاسم. حياكم الله أخ قاسم، ورمضان كريم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله قاسم، شلونك؟ إن شاء الله مرتاح. سيدنا العزيز أستاذنا الكبير الفاضل، مشتاقين لك. احنا اليوم عشاشة، كنت أتمنى أسمع منك في الذكرى لطيفة أحبها، لكن إن شاء الله في وقت ثاني. موفق إن شاء الله. طبعا سبحان الله، ما أعتقد أكو يعني بالصدفة هذا كان اليوم لكم البيت الشعري عن أمير المؤمنين وأنتم بجواره، فبودنا أن نسمع إنشاد يعني فيه روحية النجف. حبوا علي. نعم. وأني أنا سبحان الله أنا جوار لمولاه تصلحنا. هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. أنتوا إن شاء الله سادتنا ومشايخنا تنسون بالدعاء عنده بالفضل عباس. كذلك إن شاء الله تعالى. خجلتنا بعد، راح نفوز قوة. يلا موفق إن شاء الله قاسم، توكل الله. يا الله. حب علي بن أبي طالب هو الذي يهدي إلى الجنة. صدقت. والحمد لله على والحمد لله على أنني ممن أوالي وله المنة. الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير الجزاء، شكرا لكم. شنو الإحساس لو تقرأ هذه الأبيات أمام أمير المؤمنين؟ أني
يعني أكو آيات إلها علقة بالإمام الحسين. نعم. لما قرأتها في مأذنة الإمام الحسين وفي جوار بعد خجلتني أستاذ مصطفى شردح، كيف كان إحساسك؟ لا فعلا لا أنا أتصور كان إحساسك. لا طبعا أكيد نسمع التعليق من أستاذ محمد رضا. لا أكيد طبعا سؤال صعب. طبعا بارك الله بالأخ قاسم، خدمتكم الله يحفظ. طبعا البيت الشعري هذا جدا صعب بالنسبة لل نعم للوقوفات، للوقوفات ووضعه هو كله صعب، يعني إيقاعي أكثر من ما هو بالابتهال والمديح يعني بشكل فردي. نعم. بس هو ما شاء الله أداب روحية ممتازة جدا فيما يخص مقام النهاوند، يعني قرآننا غير شكل، يعني مو مثل النهاوند اللي يقرأ في التلاوة، قراء لا بشكل منشد، يعني مال منشد مو مال قارئ. موفق ان شاء الله. عندنا زين العابدين عزيز، لا من قراء مقام الحجاز، قراء مال القران يعني ما قراء مال ابتهال. احسنت، جزاك الله خير جزاء. قبل لا نروح فاصل خلي نسال الشيخ جواد حقيقه، من بعد هذه الجهود التي بذلتها العتبه العباسيه المقدسه وخصت معهد القران الكريم خلينا نقول بالدلال، يعني أبونا شيخ جواد النصراوي اليوم لما يلاحظ أبناء من أمير القراء أو غيرهم لما يتربون عند هؤلاء الأحبة الأطايب، وبنفس الوقت ما تركوا دراستهم، اليوم اثنين من الأطباء اتصلوا بنا من فريق الكوادر الصحية، بس أرد أشوف ولو باختصار إحساس أبونا وأبوهم الشيخ جواد النصراوي لما يسمع أنه مصطفى السيلاوي طبيب، حيدر عبد الله حطيحط مثلا طبيب، وهكذا بقية الأحبة وكذلك الشهادات الأخرى. إحساسكم شيخنا وأنت بجوار المولى الآن؟ حقيقة من السرور أن شخص يرى ثمار ما زرع. معهد القرآن والعتبة العباسية زرعت هؤلاء الأبناء وزرعت فيهم حب القرآن وحب أهل البيت عليهم السلام، وأنتج الثمار إلى تطبيق ما أوصى به الأئمة وما أوصى به العلماء، ولا سيما كانت وصايا علمائنا ووصايا السيد سيستاني حفظه الله يوصي المؤمنين بأن يكونوا كل شخص الأول في مجاله، حتى يقول الناس هذا المؤمن، هذا المتدين، وهذا قارئ القرآن. لا نتمنى أن يكون قارئ القرآن في المراحل الأخيرة في كل جانب أو في كل مهمة، وإنما نراه في الجانب والمرحلة الأولى، حتى يقول الناس أن قارئ القرآن والمتدين والمؤمن هو أولى أن يكون الأول في كل المراحل. أحسنت. على قولة أستاذ مصطفى الله يحفظه إن شاء الله، في إحدى التقديمات لسماحة السيد المتولي الشرعي سيد أحمد الصافي الله يحفظه إن شاء الله يقول إحنا من بعض الكلمات تربينا هكذا واستطعنا أن نقدم، فكيف لو كنا أبناء الصدقين شرح نقدر نقدم. جزاكم الله خير الجزاء. إذن فاصل أيها الأحبة وبعدها سنكون بخدمتكم. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، عدنا وإياكم لمواصلة مسيرة هذا البرنامج الممتع والقيم بما يقدم من المعلومات القرآنية الشيقة وبما يحمل من فكرة أهل البيت عليهم السلام. هذه
الفقرة الجميلة في هذا الفاصل وما بعد الفاصل في هذا الجزء من البرنامج إن شاء الله ستكون مع جناب الشيخ الدكتور منجد الكعبي. وبالتأكيد اليوم محور جديد آخر وجميل ومهم هو الوسطية والاعتدال في التعامل مع أنعم الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الله يفيض علينا بالنعم، كيف نتعامل معها بحكمة ووسطية واعتدال وأن نربط ما بين الدنيا والآخرة. أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الواقع في هذه الآية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تنظر هذه الآية إلى قصة قارون حينما كان في حالة من الغنى وحالة من الغرور والأنانية وهو كما لا يخفى على الجميع من بني إسرائيل. يذكر هنا العلامة المكارم حفظه الله في كتابه في موسوعته نفحات القرآن، يبين أن مجموعة من أهل العلم وأهل المعرفة أبدوا النصيحة إلى هذا القارون وبينوا له، قال هو ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تكن هذه الأموال عبارة عن نقمة عليك، خل تكون نعمة عليك، خل تكون هذه الأموال عبارة عن فائدة لك ولقومك. لكن ماذا كان يرد عليهم بكل تكبر وغرور والعياذ بالله؟ فكان يقول قال إنما أوتيته على علم عندي، كان يعتقد أن هذه الأموال وهذه البركات هي من عنديات نفسه لا من عند الله تبارك وتعالى، وينفقها كما يشاء. أحسنتم، يعني الله أن الله تبارك وتعالى لا دخل له بموفور النعمة التي أنعمها عليه، ولكن يقول هذا على علمي ودرايتي بالأمور، وهذا هو السبب الذي أدى إلى كبره وإلى غروره وإلى سقوطه في وادي إنكار الآيات الإلهية. في الواقع هذه طامة كبرى أن يعتقد الإنسان أن هذه النعم من عنديات نفسه لا من عند الله تبارك وتعالى. بالتالي كان تحركه في موقع التعاون مع باقي الأطراف باتجاه أدوات الحق، باتجاه أنبياء الله، فتحرك ليعادي طريق الحق، تحرك باتجاه أن يكون في حالة عجيبة وغريبة حيث خسف الله تبارك وتعالى به وبأمواله الأرض. فهنا في الواقع درس لكل فرد منا أن قارون بما يملك من تلك الأموال، لأنه لم يستفد من تلك الأموال كما أراد الله تبارك وتعالى، لم يتعامل بالوسطية، لم يتعامل بالاعتدال، لم يتعامل ضمن المنهج الإلهي والدستور الإلهي الذي أراده الله. ممكن بعبارة مختصرة بسيطة ماذا نعني بالوسطية؟ الوسطية التي يراد لها في الإنفاق، كيف نكون نحن اليوم ننفق ونعتبر نفسنا أن سالكين طريق الوسطية؟ أحسنتم. في الواقع الإنفاق أستاذ مصطفى، الإنفاق لا يعني فقط الأموال. نعم، الإنفاق صاحب الوجاهة ينفق من وجاهته، جميل. صاحب العلم ينفق من علمه، جميل. صاحب كل إنسان كل ما أوتي من خير لابد أن ينفق. بالنسبة إلى الأموال ينفقها في طريقها فيما أراد الله تبارك وتعالى، من جهة إعطاء الحقوق الشرعية، جميل. كالزكاة والخمس والصدقات وما شابه ذلك، من جهة أخرى بذلها في تعليم الدين، في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام، من جهة أخرى الاعتدال والوسطية، وضع الشيء في موضعه، أحسنتم. أن يضعه حيث موضع الحاجة. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. أحسنتم جناب الشيخ. سيدنا عندنا فقرة، نروح نعلن الدرجات لو نأخذ الفقرة. لا طبعا احنا فقرة وهاج اليوم نسيناها. نعم، فقرة أمير القراء. طبعا نحيي أبونا العزيز أيضا، يعني الراعي الكبير لنا كمعهد القرآن الكريم أيضا وكمسابقات قرآنية وأنشطة رمضانية، الحاج كاظم عبادة، اللي طلب من عندنا حقيقة هذا الطلب وإحنا نفذنا له، وسنكون بخدمته مع أمير القراء. من راح يكون عندنا اليوم؟ سيدنا اليوم الموهوب اللي عندنا من محافظة بغداد، من شعبة الشيخ أبو العينين شعيشع اللي مسؤول عليها أخونا وحبيبنا الأستاذ علي الساعدي. علي الساعدي إن شاء الله اليوم الموهوب من محافظة بغداد يوسف إدريس. نعم، وهو حزبتم. من الموهوبين المتميزين في هذه الشعبة. جزاك الله خير. إن شاء الله نستمع رسالته وأيضا بقية التفاصيل اللي يهديها لنا إن شاء الله. إذن مشاهدينا سنستمع وياكم إلى يوسف إدريس.
بداية أود أن أقدم شكري وامتناني لأساتذتي في مشروع أمير القراء الوطني، وذلك لجهودهم المستمرة في تعليمي، فقد تعلمت في مشروع أمير القراء الوطني كيفية الحفاظ على صوتي وكيفية التقليد الصحيح، وهذا أهم ما تعلمته في مشروع أمير القراء. وأود أن أهدي لكم هذه التلاوة التي سجلتها وتعلمتها في مشروع أمير القراء الوطني. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أحسنت يا يوسف، وكنت جميلا كما هو نبي الله يوسف، كنت جميلا بأدائك. إذن سيد حسنين، أسماء السور الجميلة يلا في خدمتهم أنا. يلا الفريقين جاهزين إن شاء الله. اليوم هماتين تختارون لو اليوم شنو تختارون لو تبقون على هالكلام؟ لا الظاهر أستاذ محمد متندم البارحة ومرجح. لا فيصل متندم باعتبار البارحة لا جاوب جاوب. والله أنا شو ظال بنفسي وهاج اليوم. تقدر تأخذه بكيفك تبدل بدل. لا خاف يزعل. لا براحتك. زين اسم سورة للإنسان الكامل لها علاقة باسم مو؟ المهم إذا أنت ما لغرض دنيا أنا حورت بيها. شلون؟ اسم سورة اسم الإنسان الكامل، اسم لإنسان كامل، اسم الإنسان الكامل بكيفكم؟ لها علاقة باسم الإنسان إنسان كامل. ما يمكن أنا. نعم شكرا. أجبت يعني. أي جيبها خلنا نشوف. أحسن. جاوبتها ستة ثاني. لا أنا من البداية. وإحنا مسابقتنا تدري شنو؟ مسابقتنا بها سرعة الإجابة وسرعة الركض. نعم الإجابة الصحيحة هي محمد. الفريقين فازوا. مو المشاهدين بعدهم يفكرون محمد. خلي يفكرون. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فعلا هو الإنسان الكامل والنموذج الأسمى للإنسان، بل هو هذه الإنسانية إلى الخير والصلاح. هذه السورة لاسمها علاقة وعلاقة هي شيخنا. أنا أقولها أنا أقولها. لا أنا أقولها. لا هي مالتي خاصة حباب أنا إذا تقابل اسمها. يلا تفضل. فعلا راح نجعل هذا إن شاء الله قرب بعد أن تقرب السيد اسمها علاقة بأحد ألقاب العباس عليه السلام. اسمها علاقة بأحد ألقاب العباس قمر العشيرة بالفضل العباس عليه السلام. إجابت لا تجاوبت طبعا جاوب ما يدري بنفسه. قول ما تدري بس هاي مو القمر هاي العمر خلي بدون نقاط. لا اذا اللي مخلي نقاط هو يفوز. اي اذا هاي صحيح اصلا العرب قد لا احنا اليوم نحكي بشيخ الوعد. سلام عليك ايها القمر الزاهر ابي الفضل العباس عليه السلام ساقي عطاش كربلاء. فعلا هو قمر وفعلا ينير ظلمات الجهل والحيره. احسنتم. انه فعلا المشرق في ليالينا ونحن في جواره. جزاكم الله خير جزاء. شيخنا برايك منو اللي فاز اليوم؟ فيصل جماعه فيصل ولا جماعه وهاج وعمر؟ لا اثنينهم ادوا اداء يعني سريع. طبعا ما تطب جماعتك شيخنا. دكتور منجي شو تقول؟ فوز لا اكيد 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 على هيجه. اما اعلان النتائج ها يلا فايزين يلا انت بدي منا. نعم على السريع على السريع استاذ مصطفى دول الفريق اللي عندك منهم الكوادر الصحيه 75 75 جزء من الدرجه 75 جزء من الدرجه يعني 56 و75 جزء من الدرجة. إذن 56 و75 جزء من الدرجة لكوادرنا الصحية، وإن شاء الله لكم 100% على جهودكم الطيبة. أما فريق النجف الأشرف فقد حصل على 100 درجة إلا 56 إلا نص. يوم ما حدا يقعد يحسب 54 ونصف الدرجة فريق النجف الأشرف. اليوم انتهينا من 8
فرق مو صحيح؟ نعم 8 فرق انتهينا منهم لحد الآن، إذا رايدين بس 8 فهم هذول الثمانية. ننتظر بقية الحلقات إن شاء الله تعالى حتى نتعرف على أعلى الدرجات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.